إيه، السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. خلال الفيديو ده هنراجع على الجزء اللي احنا شرحناه في الفيديو السابق اللي هو كان عن الأنسجة الحيوانية. خلال الفيديو ده هنبدأ نتابع من خلال الورق اللي احنا منزلينه، وفي آخر الفيديو هنبدأ نحل بعض الأسئلة علشان نشوف السؤال ممكن يجي ازاي، ومستوى الأسئلة يعتبر تقيل شوية، أو أنا حاطط في بعض الأفكار، ولكن مستوى الامتحان بإذن الله يكون أسهل من كده. لكن احنا متعودين دايما إن احنا نتدرب على السهل والصعب، علشان أيا كان مستوى الامتحان تقدر تتعامل معاه وتحل فيه بإذن الله. اتكلمنا قبل بداية الكلام عن الانيمال تيشو، الانسجة الحيوانية، اتكلمنا عن الخلية، وعرفنا ان الخلية عبارة عن ايه. عرفنا ان الخلية هي عبارة عن البيزك فانكشنال والاستراكتشر اليونت، الوحدة الوظيفية والتركيبية للكائن الحي. هي اصغر وحدة في الحياة، اصغر وحدة في تركيب الكائن الحي اللي هي الخلية. عرفنا الحاجة اللي بعد كده ان كل اللايفنج اورجانيزم، كل الكائنات الحية بتتكون من خلية او اكتر، المهم ان هي يكون فيها ايه، خلية. وقلنا ان مجموعة من الخلايا المتشابهة، مجموعة من الخلايا المتشابهة في الاستراكتشر ومتشابهة في الفانكشن، مجموعة الخلايا اللي بتتشابه في الاستراكشر والفانكشن ممكن يتجمعوا مع بعض عشان يكونوا ايه يا شباب، يكونوا اللي هو التشو النسيج. وعرفنا ان احنا عندنا اربع انواع من التشو زي ما احنا هنتكلم دلوقتي في الكلاسيفيكيشن. لو جينا نبص للكلاسيفيكيشن بتاعنا، فاول حاجة عندنا يعني ايه كلمة تشو. تشو هو عبارة عن جروب من الخلايا المتشابهة في الاستراكشر والفانكشن بتتجمع مع بعضها علشان تكون تشو. عندي كام نوع من الأنسجة؟ أربع أنواع: النسيج الطلائي الإبيثيليال، الكونكتيف تشو النسيج الضام، الماسكولار تشو النسيج اللي هو العضلي، والنيرفس تشو النسيج اللي هو العصبي. وخلال الفيديو السابق شرحنا ايه؟ شرحنا اللي هو الابيثيليال تشو بالتفصيل، وخلال الفيديو ده بنراجعه سريعا علشان ندخل في ايه، في موضوع الاسئله بتاعتنا. اول حاجة بالنسبة لنا بقى اهو، ايه هو تعريف التشو؟ لسه قايلينه، النسيج عبارة عن ايه، جروب اوف سيميلر سيلز، خلايا متشابهة وبرفورم بارتيكولار فانكشن. خلايا متشابهة يعني متشابهة في الاستراكشر، التركيب واحد وبتؤدي وظيفة معينة كلهم مع بعض. انا عندي كام نوع من التشو؟ عندي اربعة. الابيثيليال تشو اسمه ايه؟ اسمه النسيج الطلائي، فوظيفته اللي هو بيطلي كفرنج من بره وبيغطي او بيبطن من جوه، والوظيفه الاساسيه بتاعته في البروتكشن. كونكتيف تيشو وظيفته كونكشن، يربط بين الخلايا بيدعمها سبورت وبروتكشن، وعلى حسب المكان بتاعه اللي بيربط الاورجانز ببعضها. ماسكولار تيشو، واتكلمنا ان الماسل وظيفتها الموفمنت، اللوكو موشن، الحركه. نيرفاس تيشو اللي هو الكنترول والكوردينيشن بتاع الجسم، اللي هو عن طريق الاشارات العصبيه اللي هي الالكتريكال سيجنالز اللي بيبعتها اللي هو الجهاز العصبي المركزي، السنترال نيرفس سيستم، او يبعتها للبريفري للاطراف. اتكلمنا خلال كل ده بالتفصيل. تعال بقى نتكلم عن الابيثيليال تيشو. الابيثيليال تيشو زي ما احنا قلنا كفرنج للسيرفيس، السطح من بره زي الابيديرميس بتاع السكن، او اللايننج يبطن التجاويف من جوه. الابيثيليال تيشو على حسب النمبر، نركز على الحكايه ديت، على حسب النمبر اوف السيلز بقسمه لايه، بقسمه لو هو سيمبل اللي هو عباره عن ايه، سيمبل يعني عباره عن سنجل لير اوف السيل. فالابيثيليال تيشو في العاده بيكون طبقه واحده من الخلايا، فده بسميه سيمبل ابيثيليال تيشو، او يكون مور ذان وان لير، اكتر من طبقه، فده بسميه كومباوند او ستراتيفايد ابيثيليال. يبقى الابيثيليال تيشو اكوردنج تو نمبر اوف السيل بينقسم لسيمبل واستراتيفايد. ايه استراتيفايد ابيثيليال؟ من الحته دي ممكن تجيلك في صح وغلط. كل الابيثيليال تيشو has free surface attached to the underlying main layer of the basement membrane، وشرحناها
بالتفصيل. نيجي للانواع بتاعت الابيثيليال تيشو، ثلاث انواع، يا اما سيمبل، ومعنى سيمبل يعني عباره عن طبقه واحده، سنجل لاير اوف السيل. طيب كومباوند او استراتيفايد عباره عن مور ذان وان لاير يعني مالتي سيلولار. طيب سبيشاليز يعني متخصص، يعني ايه كلمة متخصص؟ متخصص بوظيفة معينة، يا اما جلاندولار ابيثيليام عشان الجلاند وظيفتها السكريشن افراز، او جيرمينال ابيثيليام بتاع المناسل الجونادز اللي هي زي الاوفري المبيض والتستس الخصية، سنسري ليه وظيفة في اللي هو الاحساس، سيلياتد متبطن بسيليا الاهداب علشان تمنع الدست تمنع الاتربة واللي هي الويست اللي ممكن تدخل عندنا. كل نوع من دولت بينقسم لاربع انواع، السيمبل، في سيمبل سكويموس، في سيمبل كيوبويدال، في سيمبل كولومنر، في سودو ستراتيفايد، وده مهم. الاستراتيفايد، استراتيفايد سكويموس، استراتيفايد كيوبويدال، استراتيفايد كولومنر، والترانزيشنال ابيثيليام ده برضو عينك عليه. والاربعه بتوع السبيشاليزد ايه؟ الاربعه بتوع السبيشاليزد ابيثيليام. نيجي للحاجه اللي بعد كده، لو جينا نتكلم بقى عن الاستراتيفايد، الاستراتيفايد سكويموس ابيثيليام، كلمة استراتيفايد معناه ان هو عبارة عن مالتي لاير عدة طبقات، سكويموس معناه ان هو فلات سيلز. الفانكشن الاساسية بتاعت البروتكشن والمكان بتاع السايت، الاستراتيفايد سكويموس ابيثيليام في الاماكن اللي فيها خدش اللي هي زي مين؟ زي الماوس، زي الفتحات بتاعت الجسم، اكتب جنبها فتحات الجسم، الماوس فتحة الفم والاوسفيجاس والسكين والفاجينا المهبل، الكلام ده كله عبارة عن استراتيفايد سكويموس ابيثيليام. ممكن يكون نوع كريتينايزد او ايه، او نون كريتينايزد. ممكن تجيب لك في الامتحان تقول لك الاستراتيفايد سكويموس ابيثيليام كلاسيفايد اكوردنج التايب انتو كيراتينايزد ونون كيراتينايزد، دولت هنختارهم في الام سي كيو. فكل واحد هنقول يعني ايه استراتيفايد، يعني ايه الكلمه اللي بعد استراتيفايد، والفانكشن والمكان بتاعي. فاستراتيفايد سكويموس ابيثيليام استراتيفايد يعني عده طبقات، سكويموس يعني فلات، والوظيفه بتاعتي الاساسيه البروتكشن، وده بتاع السكين الجلد والفتحات بتاعت الجسم اللي هو الماوس والاوسفيجاس المريء والسكين وغيرها. نيجي للي بعده، استراتيفايد كيوبويدال ابيثيليام، استراتيفايد معناه ان هو مالتي لاير، كيوبويدال عامل زي المكعب، كيوب لايك ستراكشر او شيب، الفانكشن الاساسيه بتاعت البروتكشن اجينست الميكانيكال او الكيميكال ستريس، المكان بتاعي اللي هو الكونجنكتيفا، افتكر كيوبويدال كونجنكتيفا اللي هي القرنيه بتاعت العين، واللايننج داكت بتاعت السويت الغدد العرقيه، السليفر الغدد اللعابيه، الماماري اللي هي الغدد الثدييه. يبقى نركز الدكت بتاعت الماماري جلاند، الدكت سيمبل كيوبويدال ابيثيليام، وعندي اليوريثرا قناة مجرى البول برضو سيم استراتيفايد اسف كيوبويدال ابيثيليام. نيجي للاستراتيفايد كولومنر، استراتيفايد معناها ان هي عدة طبقات، كولومنر معناها ان هي خلايا كولومنر عمودية في الابيكال سيرفيس اللي هي الاوتر موست لاير، واللي بعدها بتكون كيوبويدال. البرايمري فانكشن نفس الكلام، البروتكشن من الميكانيكال والكيميكال ستريس زي اللي فوقها، ونعلم على السكريشن اوف الفلويد، دي حاجة مميزة. الاستراتيفايد كولومنر او في الماماري جلاند، في الريسبيراتوري تراكت الجهاز التنفسي، واللايننج بتاع الفازا افرنشيا في الخصية اللي هو في تركيب الخصية اللي هي التستس. يبقى نركز الماماري جلاند الغدد الثديية استراتيفايد كولومنر. طيب الضغط بتاعت الماماري جلاند، اسف، الضغط بتاعت الماماري جلاند اللي فوق دي كانت ايه؟ كانت استراتيفايد كيوبويدال. يبقى الضغط القنوات اللي بيمشي فيها الافراز كيوبويدال، اما الماماري جلاند ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن استراتيفايد كولومنر. نيجي للترانزيشنال ابيثيليام، مهم الترانزيشنال ابيثيليام عبارة عن مالتيبل لاير يعني استراتيفايد، ولكن الخلايا كلها سيميلر ان السايز وممكن تتغير، يعني ممكن تكون كلها في راوندد او سفيريكال بالشكل ده كده، وممكن تتعرض لستريس ميكانيكال ستريس كده، الضغط اللي عليها يحولها الخلايا فلات. طيب بعد كده لما الاسترس ده يتشال الخلايا هترجع تاني للاصل بتاعها، فهي خلايا لها القدرة على الاسترتش، ان هي تقدر
تتغير او موديفاي، تعدل في الشكل بتاعها على حسب اللي موجود. البرايمري فانكشن اكسبانشن اوف الاورجان، يوسع الاورجان. وزي ما اتكلمنا عن المثانه، المثانه ديت لما البول يزيد ومش عارف تدخل حمامه يحصل لها اكسبانشن اوف الاورجان، وعشان تمنع البلاد لوس واللي هو اليورين اسكيب، هروب اليورين. المكان بتاع نحفظ اليورينري بلادر وديت مهمه، واليوريتر و الرينال مين والرينال بيلفيس. ده بالنسبة لإيه؟ للجزئية بتاعت الترانزيشنال إبيسيليوم، وعندنا صور للكلام ده. نيجي للسبيشاليزد مين؟ للسبيشاليزد إبيسيليوم. السبيشاليزد يا إما جلاندولار غدي، يعني ليه وظيفة إفرازية، بيفرز إنزيمات، بيفرز هرمونات، بيفرز ميوكس، وعلى حسب عدد الخلايا، يا إما خلية واحدة زي الجوبلت سيل أو عدة خلايا تكون مين؟ تكون لي غدة. الجيرمينال ده بتاع المناسل اللي هو موجود في الجناد، اهي اللي هي المناسل زي الاوفر يعني المبيض، والسيمينيفراس تيوبيولز بتاعت الخصية الانابيب، السيمينيفراس تيوبيول. السنسوري ابيسيليوم، السنسوري ليه وظيفة حسية، ده موجود فين الوظيفة الحسية؟ ده موجود في النيزل كافيتي في الانف، واللي هو التانج اللي هي اللسان. وده السنسوري احساس، يعني يقدر بريسيف، يعني يستقبل الاستيمولاي. سيليات الابيسيليوم، في سيليا، السيليا اللي هي الاهداب، الاهداب دي اللي هي عاملة زي الشعر كده، لما تتحرك تطرد الفضلات والتراب والكلام ده كله. السيليات الابيسيليوم، سيبك من اليوريتر ديت، اهم حاجة الريسبيراتوري باسج زي ايه؟ زي البرونكاي، الشعب الهوائية والشعيبات الهوائية اللي هي البرونكيول، عارف انت التهاب الشعب الهوائية والكلام ده، او السباينال كورد، الحبل الشوكي، والاوفيدكت، تكتب بين قوسين الاوفيدكت اللي هي الفالوبيان تيوب، قناة فالوب، او اليوتراين تيوب. فاليوتراين تيوب والريسبيراتوري باسج، البرونكاي والبرونكيول، دولت سيليتد مين؟ سيليتد ابيسيليوم. تعال بقى للحاجة الاخيرة اللي هي الفانكوشن بتاعت مين؟ الفانكوشن بتاعت الابيسيليال تيشو. اتكلمنا في الفانكشن بتاعت الابيسيليال تيشو ان ليه وظيفة في البروتكشن، الحماية. سنسيشن عندنا سيكريشن، ابزوربشن، اكسكريشن، ديفيوجن، كلينج، كل الكلام ده اتكلمنا عنه بالتفصيل. الابزوربشن الامتصاص، الامتصاص بيكون مين؟ من الامعاء اللي هي السمول انتستين، فبالتالي الوظيفه بتاعت الامتصاص في السمول انتستين. السكريشن عن طريق الغدد، الجلاند. السنسيشن عن طريق النيزل كافيتي، وعن طريق مين؟ اللي هو في الجلد والنيزل كافيتي والنوز اللي هو الانف والطنج والكلام ده. الديفيوجن بتاع مين؟ الغازات والمواد اللي تقدر تعدي بسهولة. الاكسكريشن الاخراج، الوظيفة الاساسية في الكلية، وهكذا. تعال بقى نبدأ نحل عندنا بعض الاسئلة علشان نتدرب. اول سؤال، all are epithelial function except، احنا لسه قايلين هما protection، اكسكريشن صح، سيكريشن صح، ابزوربشن صح، كليننج صح، ديفيوجن صح، كل ده صح. الحاجة اللي ما قابلتنيش اللي هي الفلتريشن، الفلترة بتاعت الدم، ديت مش من وظائف الابيسيليا. طيب نيجي للسؤال التاني، اكوردنج النمبر اوف السيل، على حسب عدد الخلايا. الجلاندولار ابيسيليوم يا اما يكون خلية واحدة فبسميه يوني سيلولار جلاند، او اكتر من خلية يعني مالتي سيلولار، يبقى يوني سيلولار او مالتي سيلولار اللي هي الاجابة اي اند بي. اكوردنج تو نمبر اوف السيل، السؤال ده مهم، على حسب عدد الخلايا او السيل، عشان تكون دقيق، على حسب السيل لايرز. الابيسيليوم بينقسم الى السيمبل صح واستراتيفايد صح، اكيد هتلاقي في الاجابة اي اند بي. فعلى حسب السيل لاير هيكون عندي استراتيفايد وسيمبل اللي هو الاجابتين عندنا. السؤال اللي بعد كده، استراتيفايد سكويمس ابيسيليوم اللي هو اول واحد في الاستراتيفايد اللي خدناه، كله صح اكسبت لاين الاسفجس والفاجينا صح. طيب استراتيفايد سكويمس، سكويمس يعني الخلايا اللي فوق فلات صح. طيب استراتيفايد يعني اكتر من طبقه، هل هو عباره عن سنجل لاير؟ دي الاجابه الغلط، لان الاستراتيفايد معناه مالتي لاير، مش طبقه واحده من الخلايا. هل وظيفته الاساسيه البروتكشن؟ صح. بينقسم لكريتينايزد ونون كريتينايزد؟ صح. فالاجابه الغلط اللي هو سنجل لاير. الترانزيشنال ابيسيليوم، الترانزيشنال ابيسيليوم موجود في اللي هو اليوريثرا واليوريتر؟ لا، موجود في اليوريتر. طيب موجود في اليورينري بلادر؟ طيب هي ممكن تكون اليوريثرا، ممكن نحسبها صح علشان اليوريتر، ف
ديت بالنسبة لنا. انا جايب لك السؤال ده علشان ايه؟ علشان تفكر في السؤال ازاي لو في اجابة متردد منها. فاوند في اليورينري بلادر، صح. الخلايا اللي فيه لايفنج والابيليتي تو ستريتش، السطر ده مكتوب عندك بالنص. طيب نركز كده، في اجابتين صح وفي عندك all of the above. طالما في اجابتين صح يبقى اكيد التالتة اللي هي اول واحدة ديت هنعتبرها صح، يبقى الاجابة all of the above. فلازم تفكر في الاسئلة اللي ممكن يكون فيها اجابات مش دقيقة بالشكل ده كده. طيب اللايننج لاير بتاع الفالوبيان تيوب اهو، احنا لسه مليينها اللي هي الاوفي داكت، قناة فالوب، والبرونكاي لسه قايلين ان هي من الريسبيراتوري باسج، الممرات مين؟ الهوائيه. الفالوبيان تيوب واللي هو البرونكاي عباره عن سيليتد ايه؟ عباره عن سيليتد ابيثيليوم. الترانزيشنال ابيثيليوم موجود فين؟ موجود في اللي هو اليوريتر، موجود في اللي هو اليورينري بلادر. فالترانزيشنال ابيثيليوم موجود في الاستومك؟ لا. الانتستين؟ لا. الليفر؟ لا. موجود في اللي هو ايه؟ اليورينري بلادر. طيب نيجي لسؤال بعد كده، الجوبلت سيل. الجوبلت سيلز دي عبارة عن يوني سيلولار جلاند. فنوع الابيثيليوم ايه؟ عبارة عن جلاندولار ابيثيليوم. يبقى الجوبلت سيلز عبارة عن ايه؟ يوني سيلولار جلاندولار ابيثيليوم. طيب سؤال صعب شوية، السيلييتد كولومنر ابيثيليوم. سيلييتد ابيثيليوم، السيلييتد ابيثيليوم موجود في البرونكيول بتاعت اللي هو التنفس والفالوبيان تيوب، دي صح. طيب موجود في البايل داكت؟ لا. موجود في الاوفي داكت؟ صح، ولكن اليوريثرا؟ لا. الاوستيكان تيوب بتاعت الاذن الداخليه؟ لا. فالاجابه الاولى هي اللي صح. طيب السؤال اللي بعد كده، الانر لايننج بتاع الفاجينا، الفتحات بتاعت الجسم. لو فاكر كنت بقول لك فتحات الجسم، فتحة الفم اللي هو الفاجينا، المهبل، اليوريثرا، قناة مجرى البول، الاوسفجاس، كل ده ستراتيفايد اسكويموس. الاماكن اللي فيها فتحات ومعرضة ان هي تتعور بتكون ستراتيفايد ايه؟ اسكويموس ابيثيليا. نيجي لي السؤال اللي بعد كده، الخلايا بتاعت التشو سيميلر فين؟ في الاستراكشر، وسيميلر في اللي هو الفانكشن. فالاجابه اي اند بي. طيب السؤال اللي بعد كده، الضغط بتاعت الماماري جلاند، نركز، ركزنا فيها. قلنا الضغط بتاعت الماماري جلاند والساليفري جلاند والسويت جلاند دولت استراتيفايد ايه؟ كيوبويدال ابيثيليوم. طيب لو شال من السؤال كلمه الضغط وقال لك الماماري جلاند يبقى استراتيفايد ايه؟ كولومنر ابيثيليوم. نيجي للسؤال اللي بعد كده، الريبرودكتيف. ريبرودكتيف يعني تكاثر، اللي هو الابيثيليوم جيرمينال ابيثيليوم، ما انا لسه قايل لك بتاع الجونادز، المناسل اللي هي الخصيه او اللي هو المبيض. طيب الريبرودكتيف سيل اللي هي الجيرمينال ابيثيليوم عباره عن ايه؟ عباره عن الجيرمينال ابيثيليوم كان من الانواع اللي هي ايه؟ كيوبويدال كولومنر سكويموس سنسوري. طيب نركز على الحتة ديت، هنزود في الإجابة في رقم E اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو عبارة عن الجيرمينال إبيسيليوم. طيب الجيرمينال إبيسيليوم، طيب هو كاتبها لك في العنوان، الريبرودكتيف سيلز عبارة عن جيرمينال إبيسيليوم are made up of which of the following epithelial tissue. الجيرمينال إبيسيليوم أغلبه بيكون كولومنر إبيسيليوم، نركز عليه. طيب السيلز بتاعت السكويموس، سكويموس يعني فلات، فالخلايا بتكون فلات اند تاي ايه؟ اند تاي لايك سيلز. ده بالنسبة لجزء من المراجعة بتاعتنا على كل شابتر.